حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة الأيام تكشف عن محافظة يمنية يتلقى موظفوها رواتبهم بانتظام خلال عامين. المشاهد ميليشيا الحوثي تجمع الملايين من تجار صنعاء والمبرر تكريم 7 لاعبين. سفينة تستعد للإبحار من النرويج لغزة بهدف كسر الحصار. وأمريكا تطلق صاروخا لتعقب الكواكب. أهلا بكم، والبداية من أكثر الموضوعات التي تم تداولها في المواقع الإخبارية اليمنية والمتعلقة بالاعتداء على اللاجئين الأفارقة في عدن. وعنوان موقع يمن مونيتور: الداخلية اليمنية توجه بالقبض على مدير مركز للاجئين الأفارقة بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات. وقال الموقع إن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري وجه بإلقاء القبض على مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق خالد العلواني بعد اتهامات منظمات حقوقية دولية باغتصاب وتعذيب وإعدام لاجئين. وأكد الموقع أن الميسري وجه بالتحقيق مع العلواني بعد إيقافه عن العمل وتسليم المركز لوزارة الثروة السمكية. وقالت الوزارة إن الميسري وجه بتشكيل لجنة مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية. وأشارت الوزارة في البيان إلى أنها خاطبت في وقت سابق منظمة Human Rights Watch أنها ستقوم بكافة التحقيقات والتحركات القانونية اللازمة لإيقاف المتورطين في الانتهاكات وإدانتهم. وكانت منظمة Human Rights Watch قد اتهمت مسؤولين في الحكومة اليمنية بتعذيب واغتصاب وإعدام مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. في ظل التجارب الدامية التي شهدتها منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة، هناك سؤال مطروح: من أين تأتي المساواة والعدالة في المجتمعات؟ ومن أين يأتي الظلم وكراهية الآخر التي تصل إلى حدود القتل؟ هكذا بدأ سمير الزبان مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء منه: هل كان هذا قدر المنطقة؟ بالتأكيد لا، كان يمكن أن يكون تاريخ الدول في المنطقة مختلفاً، وهذا لا يقع في إطار لو التمني التي لا تصلح للتعامل مع التاريخ. لكن التاريخ فرص يمكن للنخب الحاكمة أن تؤثر فيها وأن تأخذ اتجاه العصر وتتخذ الخيار التاريخي المناسب لبلدانها. الخيار الآخر الذي كان يمكن أن يأخذ بلدان المنطقة باتجاهات أخرى لم يتم الاقتراب منه، وهو خيار الحقوق والواجبات، خيار دولة المؤسسات وحرية التعبير عن الرأي، خيار العقد الاجتماعي الذي ينظم السلطة وينظم الصراع السياسي. وبالتالي تجري العملية السياسية في أفضل حالة خدمة للمجتمعات ومستقبلها. قد يبدو هذا حلماً بالنسبة لبلداننا، ويعتقد بعضهم أنه غير ممكن، لكن السؤال لماذا لا؟ إذا كان الآخرون قد استطاعوا إنجاز هذه المعادلة وهي فعالة في بلدانهم وهم بشر مثلنا من لحم ودم، أما من يريد أن يقنعنا أن الاستبداد عملية فعالة في بلداننا وأن اختيار منافس تافه على الرئاسة لا يحصل على 2% من الأصوات يجعل العملية ديمقراطية، ما هو إلا مهزلة كما جرى في انتخابات الرئاسة المصرية أخيراً. وما فعله عبد الفتاح السيسي في مصر سبقه إليه المخلوعان زين العابدين بن علي في تونس وعلي عبد الله صالح في اليمن، والأخير هو الرئيس الذي لم يكف عن تدمير بلده حتى بعد خلعه. إذا أردنا أن نختصر، المعادلة هي ببساطة معادلة الحريات. المجتمع الحر هو من يحل مشكلاته وصراعاته سلمياً، ومجتمع الاستبداد هو من يحل مشكلاته وصراعاته بالعنف. ماذا يحدث في خط الإمداد الوحيد لتعز؟ يتساءل موقع يمن الغد، مستنداً إلى تصريحات عميد في الجيش تحدث عن حقيقة الأوضاع في خط إمداد تعز الوحيد في هيجة العبد. وذكر العميد أبو بكر الجبولي قائد اللواء 4 مشاة جبلي أن الأمور في خط إمداد تعز الوحيد مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها، وأن مقاتلي الجيش يقومون بواجباتهم في التصدي للميليشيات الحوثية، مؤكدا فشل الميليشيات الانقلابية في كل محاولاتها لاستعادة الجبال المطلة على الخط
بغرض السيطرة النارية عليه. وجدد قائد اللواء الرابع مشاة جبل تأكيده على أن الطريق آمنة ويحرسها أفراد القوات الحكومية، ولا يمكن مطلقا أن يتركوا للحوثيين أي ثغرة فيها. تنوعت العناوين التي تصدرت موقع المصدر أونلاين بين العديد من الموضوعات: معارك عنيفة في الجوف بعد هجوم للحوثيين على مواقع القوات الحكومية، وعنوان من أبين: مقتل قيادي بالقاعدة ومسلح آخر بمواجهة ضد قوات الحزام الأمني في أبين، وفي تعز: قتلى وجرحى في تجدد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، ومن عدن: وثيقة تكشف صرف كثير من الأموال المخصصة لمرتبات الموظفين في أغراض أخرى. لعيون إسرائيل، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في الخليج، مضيفا في أجزاء منه: في عهد بوش الأول حرصت الإدارة على توفير الغطاء السياسي والقانوني بإجماع دولي ضد احتلال العراق للكويت، وبقرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال بالقوة. وفي عهد بوش الابن تم تجاوز الشرعية الدولية بالحرب على العراق بتهم صنعها خيال مريض فدمر هذا البلد وسلم جمره ورماده لإيران. وفي العدوان على ليبيا تغير الطلب من تفويض صريح من مجلس الأمن بالتدخل إلى قرار بحظر جوي على الطيران الحربي، وتعسفت دول حلف الناتو في تفسير القرار وعبرت فوقه بطائراتها وبوارجها ودمرت ليبيا. واتخذت إدارة أوباما قرارا بالغزو الذي لم يتم على سوريا في 2013 لأنها التزمت بنصوص الدستور الأمريكي واستمدت قرارا من الكونغرس. حاليا لا دستور ولا شرعية دولية، فأمريكا على عجلة من أمرها ولا وقت لديها لانتظار قرار. كانت إسرائيل أداة استعمارية تخدم مصالح الإمبريالية الغربية، ولم تعد هذه وظيفتها، فقد أخذوا يخوضون حروبها ضد البلدان والجيوش العربية الكبيرة، وتركوا لها الحرب على الخواصر الضعيفة في فلسطين ولبنان. الحق أن حربهم على العربي ليست لحسابهم الخاص، لأنه لا شيء يهدد مصالحهم في الوقت الحاضر، إنها في الواقع حرب بالوكالة لإسرائيل من أجلها ولحسابها، إسرائيل التي تريد إذلال العرب وتمزقهم شر تمزيق. قالت مصادر مقربة من وزارة الشباب والرياضة الخاضعة لسلطة الحوثيين إن الجماعة بدأت بجمع تبرعات من كبار التجار والمال والأعمال لدعم وتكريم المنتخب الوطني بعد التأهل التاريخي. وقال مصدر مقرب من الوزارة الخاضعة لسلطة الحوثي بصنعاء للمشاهد إنه تم فرض مبالغ على كثير من التجار من أجل تكريم المنتخب بمبلغ مالي قد يصل لأكثر من 30 مليون ريال. وفي خبر متصل عنوان الموقع: تغيب بعض اللاعبين في المنتخب الوطني عن حضور حفل تكريم في صنعاء. وقال الموقع: غاب لاعبو المنتخب الوطني من أبناء المحافظات الجنوبية عن الحضور للعاصمة صنعاء لحظة استقبال المنتخب الوطني مطلع الأسبوع الحالي. وقال مصدر خاص من الاتحاد اليمني للمشاهد إن اللاعبين من أبناء المحافظات الجنوبية رفضوا حسب قناعتهم الشخصية الحضور إلى صنعاء، ونفى المصدر أن تكون قيادات محسوبة على الاتحاد اليمني لكرة القدم في الرياض مارست ضغوطات على اللاعبين وأجبرتهم على عدم الحضور إلى صنعاء. قالت صحيفة الأيام إن المحررين اطلعوا على مذكرة للبنك المركزي اليمني تؤكد تسرب أموال طائلة قامت الحكومة اليمنية بطباعتها مؤخرا والتصرف بها خارج إطار موازنة الدولة التي أعلنت الحكومة عنها وخصصتها لبند المرتبات. أوضحت المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أوضحت أن جزءا كبيرا من الأموال المخصصة كمرتبات لموظفي الدولة صرفت لأغراض أخرى، ولم يكشف ما هي الأغراض الأخرى التي لمحت إليها المذكرة. وبحسب البنك فإن مجلس إدارته ناقش في اجتماع الآليات الراهنة التي يتم اتباعها مؤخرا في دفع مرتبات العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الأمني والعسكري، وطلب محافظ البنك المركزي الحكومة بالتعاون معه ومعالجة الاختلالات لتحسين آليات دفع المرتبات عبر البنوك والمصارف ومكاتب البريد ابتداء من شهر يوليو 2018. وعلمت الأيام من مصادر مصرفية أن رواتب محافظة عدن فقط تضخمت خلال العامين الماضيين إلى 73 مليار ريال بعد أن كانت رواتب الجمهورية بأكملها 84 مليار ريال بسبب عمليات التوظيف العشوائية. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا.
مجددا أهلا بكم. عن تأهل اليمن لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا في كرة القدم عنوانة الشرق الأوسط، منتخب اليمن ينعش مستقبل الكرة في بلاده بالبطاقة الآسيوية. وكان المنتخب قد نجح بحجز مقعد له في النهائيات التي تستضيفها الإمارات في 2019 بعد فوزه في 27 من مارس على نيبال. ويعتبر المنتخب اليمني الأضعف، حيث لم يفز بأي مباراة منذ انطلاق بطولة كأس الخليج والتي تتنافس فيها دول مجلس التعاون الخليجي السيت إضافة إلى العراق واليمن. وقال أحمد الصباحي المشجع الذي يتابع أخبار المنتخب اليمني وكرة القدم العالمية بانتظام، قال المنتخب يجمع اليمنيين بقوة عندما يظهر بمستوى مشرف. من جهته اعتبر صالح حنش أن نجاح المنتخب اليمني في التأهل في خضم الحرب يساهم في رسم الابتسامة على شفاه الشعب اليمني الذي كان بحاجة إلى ما يفرحه وينسيه بعضا من مآسيه. في الشأن الفلسطيني تعنون صحيفة السياسة الكويتية في إحدى صفحاتها: سفينة العودة تستعد للإبحار من النرويج لغزة بهدف كسر الحصار. وأعلنت اللجنة الدولية المشرفة على تسيير سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة أنها تعمل على تجهيز قارب سيحمل اسم سفينة العودة بغرض التوجه للقطاع انطلاقا من النرويج بغرض كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وقال عضو اللجنة جيرت فون إن القارب الذي سيبحر لصالح تحالف أصول الحرية سيصل قطاع غزة أوائل يوليو المقبل، وبدأت فرق العمل بإعادة بناء قارب صيد نرويجي تم بناؤه العام 1963 لإطلاقه نحو غزة في إطار الجهود الرامية لتسيير السفن بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. سياسة الذكورية المفرطة. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب جريمة قتل في أمستردام إيان بورما مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: تشهد العديد من البلدان في العالم اليوم ثورات من الذكورة المفرطة. كانت مثل هذه الثورات قد حدثت من قبل بطريقة سياسية سيئة، ففي إيطاليا بين الحربين العالميتين جعل موسوليني نفسه محورا للعبادة الذكورية، القائد الفاشي العظيم المتعجرف الذي يرتدي أحذية ركوب الخيل ويثبت يديه على حزامه الجلدي مستعرضا فكه الكبير، والذي كان يسيطر على إيطاليا كما لو أنها عشيقته المطيعة. ويحذو قادة فاشيون آخرون في أوروبا حذو موسوليني، فبعد أن انتابهم شعور بالانحطاط الوطني ونمو الثقافات الناعمة سعوا إلى إحياء شعوبهم من خلال إقامة عروض الرجولة المسرحية. وقد أوضح وصف هتلر للشباب المثل الرجولي التالي: سريعون مثل كلاب الصيد، أقوياء مثل الجلد، وصارمون مثل الصلب. ولم يقتصر تصاعد العنف والرجولة المفرطة على العالم الغربي فقط، فالأشكال المتنافرة للنزعة العسكرية اليابانية في الثلاثينيات معروفة للغاية. على الرغم من حدوث ثورات الرجولة المفرطة في نفس الوقت في أجزاء مختلفة من العالم، فإنها تحدث لأسباب عدة: العار أو الخوف من العار. كان القوميون الهندوس في الهند يتفاعلون بشكل مفهوم للغاية مع عار الاستعباد الاستعماري، وكان عليهم أن يكونوا أقوياء مثل أسيادهم البريطانيين، حتى لو كان هذا ينطوي على ممارسة عادة أكل لحم البقر الغريبة. شعر العديد من الألمان وخاصة الرجال الذين خدموا في القوات المسلحة بالإهانة من الهزيمة في الحرب العالمية الأولى ومن الشروط القاسية التي فرضتها على بلادهم الحكومات المتحالفة، وقد أرادوا الانتقام ليس من الحلفاء المنتصرين فحسب، بل وأيضا من الليبراليين واليهود الذين خانوا ثقتهم. وفي واقع الأمر كان من أحد أسباب كراهية هيلاري كلينتون كمرشحة رئاسية أنها ذكرت الكثير من الرجال بهذا النوع من القادة النساء الذين يكرهونه. التحدث إلى بيونغ يانغ أفضل من قصفها. في افتتاحية صحيفة التايمز نقرأ أن قادة كوريا الشمالية نجحوا في تضليل ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين هون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، وأن على دونالد ترامب أن يكون حذرا. تضيف الصحيفة: ومع أن الحديث أفضل من القنابل، لكن العرض المفاجئ من كيم جونغ أون للقاء ترامب قد يكون مصيدة مدبرة. هذا ما تراه الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي، مضيفة أن مدير المخابرات الأمريكية زار بيونغ يانغ ويقول إن لقاء القمة بين الرئيسين قد يعقد في يونيو. كذلك سيكون هناك لقاء
قمة مع مون الرئيس الكوري الجنوبي الأسبوع القادم، حيث ستعلن نهاية الحرب الكورية التي وقعت بين عامي 1950 و1953 وانتهت بهدنة دون توقيع اتفاقية. وتعتقد التايمز أن الشك يبقى في أن الرئيس الكوري الشمالي يريد الإحساس بالأمان في الوقت الذي يريد كسب الوقت للاستمرار في تطوير برنامجه النووي. وفي أبرز الأخبار المنوعة، تحدثت صحيفة القدس العربي المنوعة عن أول مهمة علمية بالغة الأهمية تقوم بها شركة سبيس إكس لحساب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا بعنوان سبيس إكس تطلق صاروخا من فلوريدا عليه تلسكوب لتعقب الكواكب. وقالت الصحيفة انطلق تلسكوب رصد الكواكب الشبيهة بالأرض TESS من قاعدة كيب كنافيرال الجوية مساء الأربعاء في مهمة مدتها عامان لرصد مزيد من الكواكب وراء النظام الشمسي والتي ربما تكون عليها حياة. وبعد دقائق من الإطلاق انفصل المحرك الصاروخي عن الجزء العلوي بنجاح وعاد إلى الأرض ليهبط على منصة عائمة غير مأهولة بالمحيط الأطلسي. وفي هذه الأثناء حلق التلسكوب وهو أحدث ما طورته ناسا في مجال فيزياء الفضاء نحو مداره ليبدأ مهمة تستمر عامين وتتكلف 337 مليون دولار لرصد مزيد من الكواكب وراء النظام الشمسي. ويمثل إطلاق الصاروخ نقلة مهمة بالنسبة لشركة سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. والتلسكوب مصمم لاستكمال عمل التلسكوب الفضائي كيبلر الذي اكتشف معظم الكواكب غير الشمسية التي عرفها علماء الفلك خلال 20 عاما الماضية وعددها نحو 3700 كوكب، ويوشك وقود التلسكوب كيبلر على النفاذ. صحيفة الغارديان تجمع العديد من صور النساء العاملات في مختلف المجالات والتي أثبتن حضورهن وتميزهن، وقد توزعت الصور بين مختلف البلدان واعتبرتها الصحيفة مؤشرا على إسهامات النساء في تقدم العالم. نتابع. إذا بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.